تابعين أكيد بصباحنا، ووصلنا إلى فقرتنا التالية وفقرتنا المميزة لليوم. مين فينا ما بيعشق المسلسلات الإذاعية؟ مين فينا ما عنده ذكريات إذاعية؟ مين فينا ما عاش الطفولة وترعرع وكبر على أصوات بعد محفورة بذاكرة عقولنا وقلوبنا أيضا؟ اليوم رح نحكي عن دائرة الدراما الإذاعية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وبشكل خاص هي الدراما، وبالرغم من مرور حوالي 6 عقود على نشأتها التي جاءت مع انطلاق بث إذاعة دمشق، إلا أن الدراما الإذاعية السورية لا تزال تحافظ على حضورها متحدية كل الظروف من التطور التكنولوجي الهائل التي شهدتها الدنيا. الدراما التلفزيونية السورية التي لها حضور قوي في هذا الموسم الرمضاني عربيا. وللحديث عن الدراما الإذاعية والتلفزيونية بصرنا نرحب بالأستاذ والممثل والمخرج يلي أكيد منتشرف بحضوره معنا، مظهر الحكيم. أهلا فيك ورمضان كريم أستاذ. أولا شكرا وصباح الخير، صباح ورمضان الخير. كريم لكل شعبنا الطيب الأصيل، ورمضان كريم على كل أحبابنا في جميع أنحاء العالم كله، وأتمنى أنه رمضان يهل على الشعب السوري بالخير والمحبة، ونرجع الأيام الحلوة الجميلة اللي كنا نقضيها برمضان، يرجع الأمن والاستقرار، تتلبى حاجات المواطن، ونعيش بأمان. يا رب. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. رمضان كريم وأهلا وسهلا فيك. كونك حضرتك ذكرت أيام الزمن الجميل اللي كنا عم نعيشها بسوريا، ولما نحكي عن الإذاعة الدراما الإذاعية بالذات رغم التطور يلي عم بيكون، إلا أنه مكانها بعده موجود، وخصوصا الدراما الإذاعية عمالقة كبيرة أسسوا الدراما الإذاعية السورية وبعدها مستمرة للآن. شو السبب برأيك أنه ما الدراما الإذاعية بعدها موجودة وما قدر حدا ياخذ مكانها؟ لا، مو قصة انه الدراما الإذاعية موجودة ولا غير موجودة، الدراما الإذاعية لها أسس وأسس قوية، واللي أسسوها الأساتذة الكبار طبعا الله يرحمهم، لكن نحن أنا من الجيل اللي فتت على الدراما الإذاعية بوجود مثلا الأستاذ ياسر السعدي الله يرحمه، علي قاسم الله يرحمه، عبد الرحمن أبو عدنان أبو الشامات الله يذكره بالخير، مروان عبد الحميد الله يرحمه، داود يعقوب، محمد صالحية، شو بدي أذكر لأذكر الله يرحمه أنه طول بعمره. إيه الحمد لله، نحن تعلمنا منه وتأسسنا معه. طبعا نحن في إلنا دراسة، أنا جاي اشتغلت في مصر فترة منيحة جيدة واشتغلت مع أساتذة، يعني كانت خبرتي أنا خليط ما بين الدول العربية يعني. لكن الدراما الإذاعية في فترة ما شوي بسبب الأحداث أو كذا شوي أقلت من نشاطها بسبب الأحداث وتطور الأحداث والبحث عن هوية جديدة للدراما الإذاعية. وجود أنا بعتبره مثل ابني الأستاذ باسل يوسف، حاول يعمل شيء وعم بيسعى لأنه يعمل شيء، ولو أنه أنا أعتبر أنه أفكاره واللي موجود بداخله أكثر من اللي عم بيعمله، بس بده مساحة، يعني المساحة بتحتاج إلى موافقات وبتحتاج إلى دعم. نحن بنوصل أوقات إلى فترة الدعم غير موجود أو غير متفهم للواقع الإذاعي الحديث، يعني نحن هلأ ممكن أنا أعمل لك إذاعة وأنت قاعدة هون تسمعيها على موبايلك، تسمعيها على أي شيء تسمعيه، أو على الإنترنت ممكن صار. بأي شيء يعني، بجوز الظروف أو الإمكانيات أو الحالة الإعلامية ما عندها هي الاستعداد إنه تتطور، لكن في عنا مجهود فردي عم يحاول ابني باسل، يعني أنا بعتبره ابني، عم يحاول إنه يعمل شيء. حتى الشباب الموجودين حواليه، نحن بالنسبة له نحن لا أصبحنا دقة قديمة شوي يعني، لكن دعم لا يزال مفقود للمخرجين اللي كان لهم باع في بناء الإذاعة السورية، في الدراما السورية، في الإخراج والتأليف والتمثيل. شوي الأمور تغيرت، يمكن بسبب أسعار أو تعرفة، يمكن بسبب عدم طموح الكتاب يلي عم يتقاضوا من التلفزيون مبالغ جيدة،
يمكن لأسباب كثيرة يعني. يمكن تسويقيا كمان. عفوا. تسويقيا. لا هي الإذاعة ما عم تسوق. لو تسوق الإذاعة. تسويق للعمل الإذاعي يعني انتشاره بشكل أكبر أوسع يعني. يمكن أستاذ خلينا هيك نحكي بنقطة. كتير صار في تطورات، الموبايل صار أخذ كل حياتنا، التكنولوجيا أخذت كل حياتنا، صار مين من كان على الفيسبوك على السوشيال ميديا يعطي رأيه ويأثر بالسلب والإيجاب. السوشيال ميديا هي سلاح ذو حدين طبعا. ولكن نحن خلينا هيك نحكي اليوم قديش يعني قديش نحن اليوم بحاجة لنرجع بالزمن لورا نتعلم من العصر الذهبي القديم. قديش بحاجة نرجع نسمع أصوات جميلة عبر التسجيلات والمسلسلات الإذاعية. في كتير مشاكل ولكن اليوم نحن كناس هيك يعني عنا هي المميزات الخيالية بالدراما الإذاعية. قديش مهم أنها هي ترجع مع مواكبة التطور. هي المواكبة موجودة بس مين عم يدعم للوصول إلى المواكبة؟ هاي واحدة. اثنين، نحن بالنسبة إلنا كتاريخ مثلا أو كخبرة لم يبقى هلأ في الساحة سواء الأستاذ فاروق حيدر، سيد إسراء دبسي، مظهر الحكيم، أعتقد نحن اللبنانيين يعني كأعمار يعني في طبعا فاضل وفائي، في مازن لطفي من الجيل الجديد اللي دخل على الإذاعة، مو يعني الوسط. ف طيب نحن تراثنا وخبرتنا بدها دعم. نحن كمان بدنا حالتنا الانسانيه وحالتنا الفنيه. هلا صاير في النظام اللي ماشيين فيه انه انا بعتبر هذا النظام خاطئ شوي يعني، اللي بس ليش ماشيين فيه ما بعرف. ما عم نحاول نستعين بالقدرات اللي هي عند الخبرة، عند المجال، عند الآفاق الواسعة، عند الرؤية الجميلة. الإذاعة بحاجة إلى رقي في الأداء. لولا الأداء ما بصير رقي. الإذاعة شو هي؟ خلينا نحكي ببساطة. امبارح سألوني نفس السؤال في أحد اللقاءات. الإذاعة أذن. صح. والأذن تعشق قبل العين أحيانا. الإذن أنا عن طريق هالأذن أنت عم تفتحي راديو بدك تشوفي الشخصية هاي. هلأ نحن مفتقرين إلها. أنا مثلا بيجيني دور واحد أخرس كيف بدي صوت بالإذاعة؟ جاني مرة نص بطولة العمل لوحدة خرسة، كل المخرجين اعتذروا عنه كيف بدنا نطلعها؟ قلت له أنا بساوي، جبت ممثلة وعلمتها كيف تعمل الدور لأنه هي إذاعة. ولما انزاع العمل الناس دهشوا أنه وصلت لهم الممثلة حس الخرسة من خلال الإذن. أنا بدي أعمل واحد مشلول، أنا بدي أعمل واحد اختيار، أنا بدي أعمل واحد أعرج، بدي أعمل واحد حردبة. الإذاعة عالم. أنا برأيي الإذاعة رغم تجربتي ما في التلفزيون والإذاعة والمسرح والسينما، أنا بعتبر الإذاعة نمبر ون. أكيد نحن بنعتبرها مثل حضرتك نمبر ون. لأنه الإذاعة خطيرة جدا. هالأبلاج بشوفي شخصية قدامك بتحاول تأديها. التلفزيون صوت وصورة، الصورة بتغطي بجمالياتها وألوانها وديكوراتها عن الحس العام، لكن الإذاعة أضعاف أضعاف أضعاف. بدها معلمية ومو مين من كان. لا طبعاً طبعاً طبعاً. يكون لا مذيع ولا مؤدي ممثل ولا مؤدي. هلأ لما بتتعوض الأسعار تعرفي كتير سيئة بالإذاعة. لما تعرفي بتتحسن فيك تموني على الممثل أكتر، فيك تجيبي نجوم أكبر، فيك رغم هلأ نجوم كتير عم يبجوا على الإذاعة. ليه؟ محبتهم للإذاعة، ما أقول للإذاعة. أنا مثلاً واحد ابن الإذاعة ما بقدر اتاخر لما بيدعوني، ما بقدر اتاخر حتى لو ببلاش يعني. عمليا نحن هلا الممثل اللي عم يطلع يمثل بالاذاعه او المخرج عم يدفع من جيبته. صح. لانه التعرفه كثير كثير سيئه وما حدا يعني ما بعرف ليش في تقصير هذا الموضوع. الدوبلاج رفعوا لهم، الممثلين القطاع الخاص ارتفعت اجوره، كله ارتفع اجوره الا هذا المكان يلي هو منبرنا
والمكان الراقي اللي محفور بوجدان الكل. عن جد يعني نحن بنتمنى صدى هالصوت يوصل ويوصل اكثر دعم ويتسوق بشكل اكثر. الاذاعه بتسمعيها في السياره، ما فيك تسمعي تلفزيون، بتسمعيها بالمكاتب، بتسمعيها انت فاتحه موبايلك بالطريق، انت كذا بتحطي بتسمعي موسيقى. الاذاعه شغله كثير في اوروبا الى الان، اثناء جولتي في امريكا وفي اوروبا الى الان تعتبر الاذاعه نمبر 1. نحن هون ما بعرف قديش عم يعطوا رقم. صحيح. ليه ما بعرف؟ الى الان الممثل الاذاعي والمخرج الاذاعي يكرم قبل السينمائي وقبل التلفزيوني وقبل المسرحي، لانه عالم. نحن هون صفينا ما بعرف قديش رقمنا بالكيان الاعلامي يعني. نعم. يمكن ببدايه حديثنا كنا عم نحكي انه الاذاعه الدراميه هي محافظه على مكاننا من حبنا للاذاعه ومنعرف ايه؟ اهميتها ايه؟ ولكن من فينا نقول بحكي حضرتك كان في صرخة أو في نداء حضرتك عم توجهه يمكن مو بس للقائمين أو الجهات اللي فينا نسميها الحكومية أو الرسمية بالإذاعة، أيضا الدور يعني الجهات الخاصة والمنتجين كمان مفروض يكون لهم دور أساسي مثل ما عم يلعبوا دور أساسي بالدراما. نحن شو الشيء ممكن ينعمل اليوم لنرجع للإذاعة علاقة؟ نحن ما بنشوف مسلسلات إذاعية عبر ولا محطة إذاعية خاصة، صحيح؟ إيه نادراً جداً. في إذاعات خاصة ولكن. بس ما بيعملوا دراما. تمام. دراما لأنه مكلفة، بدك المؤلف، بدك الممثل، وبدك الموسيقى، وبدك الوقت، مكلفة. بيقول لك أنا بجيب برنامج مذيع مذيعة بيعملوا نص ساعة ثلاث أرباع ساعة بيغطوا حالهم بتعرفة واحدة. لكن أنا لما بدي أجيب عمل إذاعي، هلأ أنا آخر عمل سجلوا لي إياه في الإذاعة لرمضان اسمه شعلة الإسلام. أنا بشعلة الإسلام كلهم تفاجأوا يعني، ما حكيت عن الإسلام. حتى لما قدمت مسلسل فجر ونور ما حكيت عن، حكيت عن سيدنا محمد، ما حكيت عنه كنبي، حكيت عنه كإنسان. أبطالي كانوا أطفال، أخذت الدين الإسلامي من خلال الأطفال ورؤيتهم لين. هذا ما كتير حدا بيهتم فيه. أنا مالي شيخ ومالي عالم، لكن أنا فنان جداً. في عندي حس، أنا هذا الحس لازم وصله لمين؟ للطفل قبل ما وصله للكبير. الكبير عنده تجربته وعنده واقعه وعنده عالمه الخاص وعنده رؤيته اللي واقف عنده ما عم يتحرك. هي نحن مشكلتنا أنه في ناس واقفين هون. لك يا عمي هيك هذا الطريق لهلأ. أنا لهلأ بدي أقول لك شغله وبنتقدها كتير. لك هذا رصيف وهذا الشارع، ورصيف فاضي بيمشوا لك بنص الشارع، هذا ممنوع بيفوتوا منه، هذا مسكر يعني لغلا خالف تعرف. طب ليه العالم كلياته ليه؟ فنحن حتى هلا شعلة الإسلام، عن مين عم بحكي أنا بشعلة الإسلام؟ عن اليهود. خراب العالم كله من الصهيونية العالمية، خراب العالم كله. فأنا حكيت عن بدر، موقعة بدر وأحد وخندق، كيف فشلوا فيها الإسلام وكيف نجحوا فيها. تآمر اليهود هن اللي تآمروا عليهم، رغم أنه هن موالين ومأسلمين، لكن النزعة الأساسية بالإنسان. هلا أبو سفيان أسلم رغما عنه، ونبينا كان ذكي جدا، من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ومن دخل أغلق بابه دونه فآمن، دخل المسجد فهو آمن. أعطاه صفة. حتى خالد ابن الوليد سماه سيف الله المسلول، كمان أعطاه صفة. يعني سيدنا محمد إنسانيا أنا بعشق إنسانيته، بعشق الحالة الإنسانية اللي كان يتعامل فيها مع الناس. كذلك الأمر أبو عمر، أبو بكر، عمر بن الخطاب، سيدنا علي، سيدنا عثمان، يعني هدول الـ 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 الأشخاص أنا بتعامل معهم مو كرجال دين، لا، كرجال علم، كرجال ثقافة، كرجال معرفة، كرجال تعامل، كرجال أخلاق. خلينا ناخذ هاي الزاوية الدينية كلها بحالة أخلاق وإنسانية وتعامل معها. اليوم كتير نحن بحاجة يمكن
نحكي بالأخلاق لحتى هذا نحكي اللي نحن بالحب. بحاجة له. السيدة سراء اللي أخرجت المسلسل يعني أنا بتشكرها جدا، ولما سجلنا أول قسم من المسلسل رحت قبلت إيدها قلت لها أعدتي للإذاعة رونقها. أكيد نوجه لها التحية للسيدة سراء الدبسي جدا، قامة أعادت للإذاعة رونق العمل الإذاعي. الإذاعة مو مجرد إنه يفوت الممثل ياخذ النص بر 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 بر، لا، في إحساس في وراء الكلمة، في خفايا الكلمة، في التعبير عن الحالة، في التعبير عن الشخصية. حالة مرعبة بس نحن أخذينها ما بعرف استهتار يمكن. لذلك يعني أنا أتمنى من الإذاعة أن تعيد موقفها من المخرجين اللي عندهم تجربة، هدول الأساتذة اللي ممكن إذاعة ترجع تبني عالمها فيه. يعني هلأ أرجو من أي شخص عم يسمعني هلأ يسمع شعلة الإسلام لحتى يشوف الحالة اللي وصلتها السيدة سراء بالإخراج، كيف وصلت الرؤية للأذن. طيب كيف نحن أي حدا بدنا ندعيه هلأ يسمع هيدا يعني شعلة الإسلام اللي هو بحلقات عديدة 15 حلقة 15 حلقة كيف فيه يحصل عليه هلأ أو كيف فيه يسمعه؟ هلأ هو عم ينبس والحلقات اللي راحت بقى الأستاذ باسل يعني هون كمان يعني في نقطة كتير مهمة، في كتير ناس ما بتكون بهذا الوقت بالسيارة أو بالبيت هو أو أنا بعتقد شعل الإسلام رح يعيده الأستاذ باسل على كذا قناة سورية، على كذا محطة سورية. والأهم من هذا ليش ما نستفاد من السوشيال ميديا، ينزلوا هاي الحلقات الإذاعية المسجلة على صفحة خاصة. يمكن والله هلأ بكون طالبوا فيها الأستاذ باسل أولا وبعدين السيد المدير العام ثانيا والسيد الوزاره يعني، بس هي بتبلش مع الاستاذ باسل. انا ما عم بحكي عن المقامات هلا، عم بحكي عن السلم يلي بصير فيه الامور يعني. نعم اكيد كمان اي حدا حابب يسمع المسلسلات الاذاعيه، دائره الدراما في الاذاعيه في الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون عن صفحه فيهم كمان مسلسلات عديده فيها. اذا بيطلبوها اي حدا يسمع مسلسلات ويعني هيك حتى على الموبايل بتفتح. خلينا هيك نروح الى الدراما التلفزيونيه ونحكي بدراما رمضان الحالي 2022، شو رايك بالمسلسلات بالانتاجات السوريه يلي موجوده؟ بدنا نحكي هيك يعني مسموح احكي بصراحه يعني اكيد بنحكي اكيد بصراحه. اعطونا كهرباء لنتفرج على المسلسلات السوريه ما في عن جد يعني انا لما بدي اقعد اتفرج على مسلسل فجاه بتقطع الكهرباء. طيب او بيقولوا لي انت معك 4 ساعات مثلا او ساعتين او 3 تشوف فيهم اعمال كمان نحمد عمين نحن ساعه ويا دوب يعني بيرشونا يعني. طبعا يعني احنا مقدرين ظروف البلد ومقدرين الحاله تبع البلد، لكن يعني بحاجة إلى تعامل أكثر رقي. يعني مثلا معلش أنت بدك تقطع كهرباء، حدد لي صح يعني قل لي ساعتين، أنا بهالساعتين بأخذ وقتي. لكن تقل لي ساعتين تعطيني ساعة أو ساعة ونص أو 3 ساعة أو خلال الساعتين تقطع لي كهرباء 3-4 مرات، يعني هاي الحالة الإنسانية يعني، هاي الحالة تبع ست البيت. يعني أنا برمضان كتبت على صفحتي بلوين رايحين، طلبت من السيد الوزير كهرباء انه فترة رمضان يعني فترة الافطار بس عم تقطعوها متى؟ جيبوها بالتسعة. طب في فترة لا يعني خلولنا نحن ما بين الستة تحضر ست البيت، 7-7:15 الافطار، 8 قطعوها. هذا الصايمين يعني حتى هاد انا كتبته بس نعم. لا احد يعني اكيد بالكهرباء بيوفروا غاز والى اخره وبتحضر طبخ ست البيت وبيفطر الصائم بهنا. طيب بعض الاعمال يلي ممكن تكون تابعتها على السوشيال ميديا؟ لا هو تابعت انا شو الاعمال بس انا عم بقول هي الحادثه على التليجرام عم يحطوا كل شيء على السوشيال ميديا عم يتابعوا عيوننا بقبقهم بالتليفون. يا بنت الحلال شو بدي اقول لك يعني تابع. هيك شو صدق عم تابع يلي عم شوفه عم بقدر شوفه جوكة عزيزة
شفت كسر عظم شوي منه، شفت عمل حبيب قلبي في سبيعي بعد وقف التنفيذ مع وقف التنفيذ. هي أشهر الأعمال يعني السورية اللي أخذ صدرها، وعم بتفرج كمان على المنوعات كلها، عم حاول أتفرج عليها حتى تبع اليانصيب اللي عم يطلع في الإذاعة في التلفزيون على كذا محطة، مسابقات، ضربة حظ، يعني عم حاول تابع قدر المستطاع الشيء اللي بقدر عليه يعني. طيب هون انا بدي احكي مع حضرتك، وهيك قديش نحن مشتاقين لاراء الزمن الذهبي الجميل بالنقد، بالنقد الحلو، نقد الحب طالع من القلب. وينه بال يمكن وينه معلش يعني التحيه لاي عمل عم ينعمل بظروف صعبه بالبلد بأوضاع كتير صعبة. عم نشوف بالمقابل على السوشيال ميديا مين ما كان عم نزل بوست انتقادات فظيعة لأي عمل صار، من كان يكتب ولو ما في جهد كتير كبير انعمل تعبه. للأسف يعني انه مين ما كان صار لما كان بسولي أعمالي صار ينتقده على الفيسبوك، مين ما كان لما كان بسولي أعمالي يجيني نقد جارح جدا 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 لدرجة أنا في عندي أحد المسلسلات فجي سيارة بتعمل حادث مع الجبل وفجرها، بيجيني أحد النقاد أنه أمتعنا مظهر الحكيم بتفجير سيارة، أمتعنا علما بأي مشاهد بفجروا 40-50 سيارة. يا ابن الحلال عم تقارني أنا بأوروبا، عم تقارني بالعالم، عم تقارني بأعمال بتدفع 300-400 محطة، أنا شو بوزع؟ كنا نوزع. أنا مثلاً في مسلسل ابتسامي على شفاه جافة إلى الآن موزع 24 محطة تلفزيونية، ورجيني مسلسل سوري توزع حتى في مصر عرض. هلأ عم ينعمل المسلسل يدوب 3-4 محطات بالزور، والمحطة الأم هي اللي بتاخده وتعود المنتج مبالغة. نحن معنا، أنا كنت دائماً أطلب لك النقد البناء انقدني يا أخي، بس بطريقة كتير جميلة، بطريقة الخطأ وين اللي عليه تصلحه. لكن النقد، أنا ضد النقد أثناء عرض العمل. استنوا، هي ملاحظة لازم مهمة. العمل أولا تشوفه كاملا، إن كان 30 حلقة ولا 15 ولا 60 شوفه كاملا. أثناء عرض المسلسل اكتب ملاحظاتك، بيخلص عرض العمل تكتب النقد البناء. بدك تقدر ظروف الناس يلي عم تشتغل، بدك تقدر ظروف البلد، بدك تقدر ظروف أدوات التصوير، الكهرباء، التعب شلون، المجهود شلون، المؤلف اللي هلأ علقوا بكسر عظم ما بين فؤاد حميرة المؤلف الأساسي وما بين المؤلف الثاني، يعني وكلا لا يا أخي بهدوء، ما في مشكلة ما بتنحل، صح ما في مشكلة ما بتنحل، والله كل المشاكل تنحل بس بهدوء. ليش نحن رأسا تاك 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 مسكوا المخرج ليه ما في ضرورة. ممكن للأسف بتحس انه صار في نوع من العدائية موجودة ضد نجاح اي شيء. صحيح والله انا درت العالم تقريبا، بمصر موجود المتاهات، انا ما بدي احكي عن اوروبا، بمصر موجود المتاهات الموجودة هون لكن برقي، ملاقي في كتير أعمال عم تنافس وبيدعموا بعض برقي. يعني أنا مالي ضد أنك تنقدني، مالي ضد أنك تحكي عني، مالي ضد أنك إذا عملي سيء تقلي عملك سيء، لكن برقي قلي لو أنت عملت كذا، لو سويت كذا، انصحني يا أخي، دلني على الطريق. بركي أنا ظروفي المادية مو ما عم تسمح لي أعمل مسلسل ضخم، طيب يعني عم بعمل مسلسل خفيف نظيف كوميدي كذا، طيب هذا ما له جمهوره، له ناسه. هلا كل الناس بتحب كسر عظم، كل الناس بتحب مع وقف التنفيذ، لك في ناس حابين جوقة عزيزة، صحيح في ناس علما جوقة عزيزة هي كحالة تاريخية وموجودة كانت في سوريا موجودة، لكن عفوا لكن بهالظروف الآنية ما وقت عرضه برمضان. حتى أنا ضد المسلسلات القاسية في رمضان، رمضان كان له عاداته وتقاليده عنا في سوريا يا أختي،
كانوا طلعوا الأعمال الاجتماعية دراما يلي فيها خير، يلي فيها محبة، يلي فيها أخلاق، يلي فيها أدب، ويطلعوا منوعات، يطلعوا بالليل أفشات وكاد يعني في أشياء جميلة جدا. صحيح. نحن هلأ رمضان صار تكسير عظم. صح. يعني ودائما في بالفن هو أذواق، ممكن يعجبني ما يعجب غيري، مشان هيك بتتنوع الأعمال. خلينا كنا هيك بشكل عام، يعني رؤية حضرتك لموضوع دراما، يعني أكيد يمكن ما عم تشوف كتير، ولكن بالكواليس حضرتكم الفنانين بتحكوا، مرات نقول الدراما بخير، مرة بنقول في تراجع، مرة بنقول رجعت. اليوم كيف بتشوفها؟ أولا أنا هلأ متفاجئ أنه بفتح على 4 مسرات بشوف نفس الوجوه. تكرار نفس الوجوه، يعني في نفس الممثل. انه هذا وين هذا شو كان؟ صح، يعني عن جد انا هيك عم جد جد معي. مثلا احد الممثلين ما بدي اذكر اسماء، هون نفس التيب ونفس الشعر ونفس الدقن عم يحكي. عادي هون عم يحكي بلكنة بدوية أو والله تهت إنه هذا هاد ولا هون. صحيح. يعني في عنا نحن فقر في اختيار الممثل. يمكن هلأ ناس يقولوا لأنه مظهر الحكيم ما عم يشتغل بالتلفزيون عم يحكي هذا الكلام، لا أبدا، أنا ما عم بحكي هذا الكلام، عم بحكي كمشاهد. عنا فقر ممثلين جيدين واكتسحوا للوطن العربي والعالم نمبر ون، لكن أنا لما بشوف برمضان أو بشهر معين 4 مسلسلات لنفس الوجوه عم ضيع. هذا من بس الساعة 9، هذا من بس 11، هذا من بس الساعة 7، هذا كذا. بعدين رمضان له عاداته، بس بحب أقولك أنه في فترة من الفترات الأحداث نكست الدراما السورية إلى الحضيض. أنا بقولها 100%. طيب بما أنه هيك عم نحكي، كمان بدنا نحكي شيء منيح، أنه كتير في وجوه شابة السنة موجودة ببيضوا الوش، هالسنة يعني كمان بدنا نحكي هيك وهيك. السيدة رشا جابت وجود جديدة، سيف سبيعي استاذ سيف كمان كل عنده ايه هيك ايه ترند على هلا أنا بأعمالي كنت أنا دائما أقدم وجوه جديدة ويلوموني، لك ليه عم تلومني؟ انا عم اقدم وجه جديد، بدنا فرصه جديده، بدنا وجوه جديده يعني طبعا. بس هالسنه الحمد لله اللي عم بشوفه على الشاشه في عوده للدراما السورية بشكل جيد. يعني بالختام نحن كنا كثير سعيدين بوجودك معنا لليوم، سعيدين بالشفافيه يلي حكيت فيها حضرتك، وان شاء الله هيك الايام القادمه بتحمل للاذاعه والدراما السوريه كل الخير، وكل المنتجين اليوم بيرجعوا بيسلطوا الضوء عليها اكثر واكثر، مثل ما بنقول ماله ماله جديد، انتم البركه. شكرا كثير، يعني انا اسف يمكن كنت كثير مو قاسي بكلامي، كنت واضح بكلامي، فارجو انه لا يفسر كلامي لمحمل خاص. أنا أدعو الجميع، الدراما للناس وليست لأفراد، الدراما لجميع العالم وليست لسوريا فقط. الفنان السوري هو سفير لبلده في كل زمان ومكان، لذلك أرجو أي ملاحظات أنا قلتها تتاخذ بعين الاعتبار، ليست للتجريح وإنما للبناء. وشكرا لكم. شكرا لك. وشكرا للجمهور الكريم، وشكرا للمشاهدين. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. شكرا كثير لك، وأكيد متابعين.